السلسله ديالي باني بان هي سلسله اجتماعيه كوميديا، كوميم كتعالج واحد القضايا اللي هي اجتماعيه، اللي من خلال العنوان ديالها ايبان يبان، يعني اي حاجه ما يمكنش تخبى راه توطاغ راه غتبان، يعني تعطلت تعطر الحقيقه غتبان في الاخر. والسلسله بشكل عام هي انه واحد كفكره عامه، واحد السيده عندها الماجستير، اون جون في عندها خدات الماستر في لا جيستيون دي زونتربريز، كتطلب خدمه فينالمون تقبلت في واحد الشركه، وهي كتنتمي لواحد الاسره متوسطه مسكنه في حي شعبي، ولكن ملي كتخدم ملي كتخرج من لا سوسيتي كتلقى بان طالبين اعلان اون فوند ميناج، طالبين الشيفور يكون ديال الشركه ديال مديره الشركه، وطالبين ان اجون سيكوريتي. هي في نفس الحاله عندها امها كدير الميناج في الديور، وعندها با اللي كيدير حارس السيارات، وعندها اخوها اللي حلم ديالي يكون اجون سيكوريتي وكيمشي لاي خدمه ما كيكملهاش. دونك تجي تقول لهم هاش دار طالب الشركه غادي نخدمكم، ولكن على اساس شي ما كيعرفش. انا كيبان لي بان ان شاء الله انا متفائل لهذا المشروع، تفائل بشكل كبير. كنعرف الجمهور، هو الجمهور المغربي احترمنا الذوق ديالو، احترمنا اننا ما نتوشوش شي حاجه، يعني مشينا في واحد الخط اللي لزمنا الاحترام باش يكون الاحترام متبادل بيننا وبين الجمهور، ما نخدشوش ما نتوشوش المشاعر ديالنا، حيت الهدف ديالنا هو نخلق واحد النوع من الفرجه، يكون هذا المتلقي كيتفرج وكيشوف بحال سبيكتاكل. حنا ماشي هدف ديالنا هو الضحك والضحك من اجل الضحك، الهدف ديالنا متنفس، يكون سبيكتاكل، يكون لا جوا لا جواي لا غايتي، هذا هو لو لوبجيكتيف ديالنا حنايا. وكنظن بان يعني متفائلين، لان كوميم الممثلين اللي عندنا تبارك الله عندهم واحد المزج بحال نزارة راه كلشي كيعرفها، شاكيري ماريا نديم اللي تبارك الله حتى هي عندها واحد الطاقه اللي هي كتمزج ما بين الدراما والكوميديا والشيء اللي هو صعيب باش تلقى عند شي حد يعني. وعندك سيموس دراتي راه حتى هو معروف هذا الجانب الكوميدي، وكاين حتى نفيسا، يعني هذا المزج الحمد لله لهاد ديال الممثلين غيعطينا واحد كنظن واحد النتيجه اللي هي ايجابيه، ولذلك كنطلب من الجمهور ما يزابيش يتفرج فينا، راه ان شاء الله غادي يلقى راحته وغادي يحس بواحد النوع من السرور. لا هو المواقف الكوميديا صعيبه اكثر على الدراما، علاش؟ لان في مواقف كوميديا كنعرف بان الكوميديا محدوده، فاش انك تضحك هي كاين بزاف المجالات، ولكن بطبيعه الحال ما يمكنش نتطرقوا لبزاف المجالات، دونك كتخدم في واحد الاطار اللي هو ضيق نوعا ما مقنن، خصك تخرج منه ولو انك يعني تخرج منه واحد الحكايه اللي هي كوميديا، واللي حنا كنعتمدوا اكثر على المواقف اكثر من يعني على السيتوياسيون، يعني ملي كيكون موقف كوميدي ماشي كندوي على المشهد، كندوي على الحلقه بكاملها راه داخله في اطار واحد الموقف كوميدي، ما كنعالجوش بطريقه دراميه ولكن كوميدي شي اشياء اللي كاينه في المجتمع ديالنا. اذا كتكون الصعوبه نوعا ما في النصوص اللي هما كوميديا، النصوص الدراميه كيكون عندك بحر، كيكون عندك هو احساس، الاحساس ما عندوش ليميت، ما عندوش شعور. الكوميديا طبيعة الحال كتلعب بانك تقمص الشخصيه وكتلعبها، ولكن مقننه نوعا ما، هي محاصره نوعا ما.